اولا العراق من 2003 لحد الان صار عنده اخفاقات بكل مجالات الحياه، كل الاختصاصات الطبيه، الاقتصاديه، التعليم، التربيه، القانون، القضاء، الشؤون الداخليه، كل القطاعات صار بها اخفاق. بس اذا نحكي اليوم على القطاع الصحي، فالقطاع الصحي الدكاتره العراقيين كانوا عمله نادره في كل انحاء العالم، من ضمنهم المهندسين والاطباء هم عملة نادرة في العالم. لكن الحكومات المتعاقبة اللي جت على حكم العراق من 2003 اليوم حاولت تفشل الواقع الصحي بالعراق بعدة طرق، من أهمها الفساد المالي والفساد الإداري. الفساد المالي كله نعرفه، أنه تشتري من الشركات غير رصينة مقابل عمولات، الشركات الرصينة ما تدفع عمولات فلذلك ما يشتري من الشركات الرصينة. أما إذا حكينا على الفساد الإداري، فأولا يحطون شخوص غير مناسبة في مكانات ذات سيادة أو ذات سلطة بحيث يأثر على الواقع الصحي. من ضمن المستشفيات، هسه إذا نجي على المستشفيات نلاحظ البيروقراطية اللي موجودة بيها تخلي المريض عاجز أنه يروح لهذا بالرغم من ضيق المالي. يعني أنا أحكي مثال حي، أحد المتظاهرين ويانا بخيمتنا صرف بس تحاليل 450 ألف دينار، هو ما عنده فلوس كروة يروح ويجي بيها. ليش؟ لأنه من يروح يراجع الطبيب يقول له، الطبيب يقول له روح على فلان مختبر جيب لي منه، وهو بمستشفى حكومي. المستشفى الحكومي تحوله على مختبر يجيب منه الفحوصات الطبية، وبعدين المختبر الموجود بالمستشفى ينطي موعد شهر وشهرين وهو عنده عملية جراحية. زين شلون يسوي عملية جراحية ويريد من التقرير خلال يومين والمواعيد شهر؟ زين، بالإضافة إلى بعض المستشفيات المختصة مثل ابن الهيثم للعيون، من تروح عليه تراجع يقول لك والله جيب لي تحويل من مستشفى. يا با أنا جاي على مستشفى عيون، أكيد أنا عندي خلل بالعيون، أكيد هاي تخصصية، فلازم تكون بطرق أخرى. فهي هاي من ضمن الأشياء اللي أدت إلى تدهور القطاع الصحي بالعراق. يعني أنا بس أحكي على هاليومين الثلاثة اللي فاتت، يعني مجرد عارض بسيط، مو فتشي صعب. ارتفع الضغط عندي 17.5 على 11.5، كشفية الدكتور 30,000، ودواء واحد 16,000 دينار، يعني 46,000، قول 50,000 دينار. هاي شغلة بيومين، فأنت أحسب ما لازم يومين بالأسبوع، فبالشهر مو أقل من 200,000 دينار واحد إذا ما عنده مرض. هذا مو مرض، هذا فشيء طارئ. إذا أكو عنده مرض وعنده عملية وعنده جراحة فأكيد الموضوع أصعب. الواقع الصحي في العراق طبعا متردي بصورة تامة وبصورة كاملة. ليست هناك مستشفيات، وليست هناك أدوية، وليست هناك أجهزة صحية متطورة، والمريض يعاني الكثير عندما يصل إلى المستشفى حيث لا يجد العلاج ولا يجد المعاملة الجيدة التي يعامل بها من قبل الأطباء أو الكادر التمريضي والآخرين. حقيقة طبعا المستشفيات والواقع الصحي بالعراق بصورة عامة هو بدأ بالانهيار منذ عام 2003 ولحد الآن. المستشفيات الآن عبارة عن أبنية متهالكة، وعبارة عن فوضى عارمة، وعبارة عن سوء خدمات، وكل شيء يعني سيء هو موجود هناك. لا توجد، يعني عندما يمرض المواطن يعني يفضل أن يذهب إلى، إن كان متمكن أن يذهب إلى الطبيب الخاص، يعني رغم أنه هذا الطبيب يتعامل بالمال لكنه مجبر. لكن هذه يعني المستشفيات في العراق هي مستشفيات فقط بالاسم ولا تحمل أي صفة يعني مستشفى أو مركز صحي. المستشفيات في العراق منهارة بشكل تام.
طبعا هو حقيقة الموضوع يعني الصحة العامة، يعني كأفراد أسرة عندما يمرض أحدهم لا نتوجه للمستشفيات العامة الحكومية، لعلمنا المسبق من هذه المستشفيات هي عبارة عن مستشفيات مهجورة وتجول في داخلها القطط، لكننا نتوجه إلى الأطباء يعني الخصوصي أو الأطباء المستشفيات الخاصة لغرض العلاج. هناك تلقى المعاملة الطيبة، وهناك تلقى العلاج والأدوية والأجهزة المتطورة، وهذا أكيد طبعا يكلف مبالغ عالية حقيقة. يعني الناس أبناء الشعب الفقراء لا يستطيعوا أن يذهبوا إلى الدكتور الخاص أو المستشفيات الخاصة، والله يعني بأقل تقدير يعني 200,000 أو 250,000، هذا كأقل تقدير على اعتبار أن الحالات المرضية تأتي مفاجئة يعني، ولربما تستطيع يعني أحيانا تضطر أن تستدين لربما بعض الناس في سبيل أن تذهب للعلاج، والكل يعرف أن العلاج والصحة هي يعني أهم شيء بالحياة. حقيقة الواقع الصحي في العراق حاله حال بقية القطاعات الأخرى التعليمية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، عانت ما عانت منذ عام 2003 ولحد الآن، رغم المبالغ الطائلة التي صرفت من قبل يعني الحكومات المتعاقبة لكافة القطاعات، ولكن للأسف الشديد الفساد والإفساد المستشري في هذه القطاعات أثر بشكل سلبي وواضح على تقديم الخدمات وبالذات المواطن العراقي الذي يستحق الكثير. حقيقة يعني الجميع يعني يتفق ان هنالك واقع صحي متدهور، وامكانيات طبيه وخدمات طبيه ضعيفه، وللاسف الشديد يتعلق يعني هذا الجانب الخدمي بالمواطن بالشخص المعني او الموظف المختص في هذا المجال. قد يكون هناك تقصير او يعني تعمد في التقصير في تقديم الخدمات للمواطن العراقي، مما يضطر المواطن العراقي البسيط للجوء الى الاطباء الاختصاصيين والى المستشفيات الخاصه من اجل اجراء العمليات او الحصول على العلاجات الغير متوفره في بعض الاحيان في هذه المستشفيات. ولكن اتحدث انا اليوم عن تجربتي في وزاره الصحه، رغم انه فتره قليله يعني في وزاره الصحه لمده 6 أشهر قبل احالتي على التقاعد، حقيقه اقولها وبحياديه ولله يعني اقولها يعني والله يشهد على ما اقول، وجدت هنالك من الكفاءات الطبية والاختصاصات والكوادر الموجودة المهنية في وزارة الصحة من الشخصيات المحترمة والعراقية والمخلصة في تقديم الخدمة وتقديم الخدمات، وهذا حقيقة يثلج الصدر أن هنالك رغم وجود فاسدين لكن هنالك أخيار كثيرين بالإمكان الاعتماد عليهم في تقديم تلك الخدمات للمواطن العراقي. أولا أتمنى الصحة والسلامة لجميع العراقيين، يعني لا نتوقع الأسوأ ولكن نتوقع الأفضل. نعم يعني أنا كمواطن عراقي عندما راجع المستشفى الحكومي وعندما لا أجد العلاج الكافي فبالتأكيد سأتجه إلى الطبيب الاختصاص الخارجي. نعم هذا يدخل كاهل العائلة العراقية ويؤثر على ميزانيتها، ولكن هنالك ملاحظة أرجو الانتباه إليها، أنه حتى الأطباء الاختصاصيين كلهم ضمن المنطقة التي يكون متواجد فيها، في بعض الأحيان تكون هنالك يعني مبالغ أو أجور الأطباء الاختصاصيين يعني قليلة وتتناسب مع دخل المواطن العراقي. يعني أنا أتحدث في منطقة كشارع الكفاح في منطقة شعبية لا تتجاوز أجرة الطبيب الاختصاص على 10,000 دينار، يعني بإمكان أي مواطن عراقي مراجعة هذا الطبيب، وأيضا حتى أسعار الأدوية في هذه المناطق هي أسعار بسيطة وفي متناول يد المواطن العراقي. الواقع الصحي اللي يريد يحكي عنه يحكي سنوات، وهو لا يقدر يوصف الحالة الذي وصل إليه العراق. اليوم العراق ليس لدينا لا مستشفيات لا مستوصفات، يمكن هسه وديك على مستوصف صار له 3 سنين غرقان بالمي، يضطرون يأجرون بيت بملايين سنويا ولا يقدرون أن يبنون مستوصف ولا يقدرون أن يوفرون أدوية وأمراض السرطان والأمراض المزمنة الأخرى. عن ماذا نتحدث؟ يمكن لو تزورون المستشفيات وتشوفون الحال الموجود بها، نحن غير قادرين حتى أن نعالج من يصاب بالصداع.
حتى براسيتول ما عندنا، حتى مغذي ما عندنا. المواطن يطلع يشتري العائلة مغذي من الصيدليات الخارجية، ليش الصيدليات الخارجية متوفر بها الأدوية والأدوية غير متوفرة في المستشفيات؟ هل القطاع الخاص أغنى من الدولة؟ هل لديهم موازنات انفجارية مثل ما لدينا موازنات انفجارية؟ وليس لأداء خدمة عامة لا الصحة ولا غير الصحة. وللأسف راح نصل إلى طريق مسدود، إلى انتشار أمراض خطرة بالعراق غير قادرين على معالجته. يمكن أن تبيد نصف الشعب العراقي إذا ما نجد حكومة نزيهة وطنية قادرة أن تنهض بالبلد وبالمؤسسات الصحية والخدمية الأخرى. أكو قسم للمستشفى جابوا الأجهزة، ولكن المواد الأولية للأجهزة وينها؟ الجهاز اللي يكلف على سبيل المثال $1,000 يجيبونه ب$5,000 وب$10,000. المشكلة احنا اليوم اللي نخرنا الفساد. مكان هذا سعر الجهاز اللي دي يجيبونه، خلي يطول القطاع الخاص يجيب 10 أجهزة مكانه. احنا مؤسسة مبنية على فساد، كيف تريدها ان توفر جهاز دقيق، جهاز حديث؟ ده نصرف، احنا ده نصرف، مو ما ده نصرف المشكلة. لو احنا بلد فقير، لو احنا ما عندنا موازنات انفجارية، ممكن نقول هاي امكانياتنا مثل الصومال وغير الدول. لكن احنا بلد متمكن، بلد قادرين ان نشتري احدث الاجهزة لمستشفياتنا، ما نحتاج لا الهند ولا نحتاج اربيل ولا ايران، لكن اصبحت اليوم الصحة تجارة وليس خدمة انسانية. أستاذ العزيز، احنا هسه لو ننجز المآسي للشعب العراقي ما تنحصر بقطاع. وعلى سبيل المثال الواقع الصحي، الواقع الصحي في محافظة بابل على سبيل المثال وليس الحصر، لأن كل المحافظات نفس الواقع إذا مو أرزة. وفي واقعنا المعاش اللي نعيشه يوميا هم رزيئة جدا في محافظة بابل، يعني أسرة للمرضى ماكو. الشرشف حتى الشراشف حتى النوبات تجي تلقاها ليس نظيفة. أنت من كل النواحي أنه الواقع الصحي تعبان متهالك، الأمراض المزمنة ماكو أدوية، وانشالت البطاقة اللي كانوا يوزعون بها على الأمراض المزمنة. زين، أنت بعض المستشفيات، أغلب المستشفيات وليس بعضها، أغلب المستشفيات تفتقر إلى التخصص، أطباء أطفال، لو واحد ما طبيب عيون ماكو، يعني ما عندك كل ماكو منهجيه بوضع خطه لنهوض بالواقع الصحي في العراق عامه وبابل خاصه. واحنا كمدينه الاسكندريه مثلا، شمال بابل ها عندنا مستشفى احنا تتطور من خلال الاداريين اللي بيها، من ناحيه يسوي لها جناح او كذا، ولكن تتلكا المقاوله ويقف، وذيك وين نص المستشفى بها تأهيل ولكن متوقف. ليش؟ بسبب الفساد الإداري والمالي في محافظة بابل بالواقع الصحي. زين، احنا نجي على أجهزة غسل الكلى. غسل الكلى هاي أمراض الكلى وناهيك عن الأعداد الغفيرة، يعني انه ما تلقى مجال انه تلزم شراء الى اسبوع او اسبوعين. ليش؟ الأجهزة عاطلة. زين، او الأجهزة قليلة او ملوثه، انه يخاف لا يطب يغسل الكلى مالته يطلع بمرض اخر. فانت هنا عندنا مشاكل عديده كلها نتيجه عدم المركزيه في وزاره الصحه اللي ما راعت التخطيط الحديث والاخذ بايدي الكفاءات الطبيه لان تنتشر الواقع الصحي المتهالك بالعراق. يعني هاني باب للذروه هو الصحه. إذا ما حافظ على صحة المواطن ماكو فائدة أنه أرفع مستوى المعاشي والثقافي. فالصحة أولا وصحة الأبدان هي ثروة للعراق، لأنه الكفاءات، العقل السليم في الجسم السليم، وهكذا ننهض بالأمم. وأحد مشاريع الثوار هي النهوض بالواقع الصحي في كل عموم العراق وخاصة في محافظة بابل. هسه بالنسبه للدواكر صوره عامه، الصيادله وحده تختلف عن الاخرى بالنسبه للاسعار. اكو صيدليه مثلا مناسبه، اكو صيدليه غاليه، وكلها هو شركات مستورده. مع العلم العراقي يفوق عليه، اكو دول بالعراق ايضا يفوق على الدول الاوروبيه. ومع ذلك نشوف هي شغله انسانيه للطبيب او للمعالج او للمريض،
وبحد ذاته هسه شوف احنا نلاحظ ذول المرضى او الاطباء يعانون من كثره الدواء، واغلبنا اغلب مجتمعنا حاليا تعبان شويه وبيه امراض كثيره هواي، اغلب الامراض السكر والضغط والجلطه ايضا، ونلاحظ هسه الدواء باقي الصيدليات صوره عامه دواء غالي ايضا اكو واكو رخيص، بس ما فوق الغالي. يعني هسه من تجي للصيدليه تقول لك اعطيني دواء فلانشي، يقول لك هذا شركه هلقت سعره، هذا الشركه هلقت سعره. مع العلم مع العلم تباوع هو نفس الشركه، ونعرف السبب ما نعرف. بالنسبه للواقع الصحي كأراق كامل، الواقع الصحي يعني نحو الأسوأ، يعني سنه بعد سنه الواقع ده يرجع لي ورا. بالنسبه للمستشفيات الحكوميه، المستشفيات الحكومية ما دا نشوف ذيك الرعاية للمراجع للمريض مثل ما من تروح على حسابك الخاص المستشفيات الأهلية مدارة، بس هم بفلوس يعني فلوس مضاعفة. زين الفقير اللي ما عنده مراجع مستشفيات حكومية زين لا يلقي ذيك الرعاية، لا يلقي الدول اللي يريده، لا يلقي. وثانيا حتى يراجع مستشفى الحكومي من يكتب له الدكتور على علاج يروح يشتري من برا، يعني ماكو بالمستشفى. احنا نطالب وزارة الصحة توفير العلاجات اللازمة خاصة للأمراض المزمنة اللي ما عندهم حتى فلوس مال وصفة ما عنده يطي من برا، بس احنا نريد هذا يتوفر بالمستشفيات الحكومية ودعم المستشفيات الحكومية من قبل الوزارة والحكومة العراقية. ناشدهم إذا اكو حكومة إن شاء الله جديدة، إذا اكو حكومة جديدة إن شاء الله نوصيهم أنه يدعمون المستشفيات الحكومية، لأن المستشفيات الحكومية ما بها أي علاج يفيد المرضى، والمرضى ده يتجه وين؟ للمستشفيات الأهلية، وكلها تدري المستشفيات الأهلية يعني حدث ولا حرج. العمليات غالية، ومستشفى الحكومة يقول له اسوي لك عملية تنتظر 4 أشهر، زين 4 أشهر هذا يموت إذا ما يتعالج رأسا. فإحنا نطالب الوزارة بتوفير العلاج اللازم للمرضى. بالنسبة للصيدليات اللي تراجع برا تاخذ الوصفة، اكو صيدليات يقول لك هاي الوصفة ما أعرفها، تراجع غير لازم غير صيدلية، اكو رمز بين الدكتور وبين أبو الصيدلية، وإضافة إلى هاي الأسعار هاي يعني اكو صيدلية عن صيدلية تختلف ومسافة قريبة، يعني هاي مثلا 100,000 هذيك 70,000 أو 60، ليش التناقض؟ لازم أسعار اكو رقابه على الصيدليات باسعار ثابته، انه يدارون المرضى، لان المرضى هو الله يعني داب عليه هذا المرض مزمن او غير مزمن، زين انت داري اسعاركم نزلوها شويه من الوضعيه هاي الكثيفه، والبلد يرجع لي ورا، زين انت صيدليه فوق ما هو بالضيم ومريض انه داب عليه غضب، فنطلب من الصيدليات انه يدارون المرضى واسعارهم يصير معقوله مو غاليه. والله اليوم الواقع الصحي بالعراق وبصورة خاصة في محافظة بابل شمال بابل لا يخفى على كل إنسان، كل إنسان اليوم مواطن عراقي هو يعاني من هذا الحالة الموجودة للأسف الشديد بالبلد، يعني إضافة إلى حالات الفساد، إضافة إلى حالات كثيرة. اليوم نشوف الوضع الصحي للأسف الشديد يعني معدوم جدا، تجي من نواحي عديدة. أولا تشوف المستشفيات، اليوم نزور المستشفيات يعني تراجع أي قسم كان أي حالة، فمو ما تشوف ذاك العلاج وتشوف العناية من قبل الأطباء يعني والمستشفى. تجي إلى المراكز الصحية اليوم الموجودة بالمناطق سواء كان بالأقضية بالنواحي، مراكز صحية تعبانة جدا. يعني أنا اللي أدري بيك مركز صحي يشهد الله صار سنتين جهاز الأسنان قلع الأسنان عاطل، صار سنتين بمناطقنا بشمال بابل، زين إضافة عدم توفر العلاج بهاي المراكز الصحية. ما أدري يعني هاي الطلبيات اللي تجي يعني هاي بس اللي تجي من مراكز يعني المدينه، من تجي منك من الحله للمستشفيات، يعني هاي تجي بس للمستشفيات لو تجي المراكز الصحيه الموجوده. اضافه الى هنالك حقيقه مشكله كبيره اليوم في الواقع الصحي بالنسبه كمدارس، احنا نلاحظ اليوم مدارسنا عندنا اكثر من 80 75 مدرسه، اليوم الواقع الصحي مرير جدا، يعني نشوف حتى اللجان الصحيه عفوا اللجان المدرسيه الصحيه اللي تجي يعني كلها ما يروح قبل راسه يشوف اخذ لفت 5 دقائق يشوف الحانوت المدرسي ايش بيه ما بيه الحانوت المدرسي، وبعد ذلك سد الزيارة وراح، ما يدري يعني ايش يصير قاعد يصير. اليوم هواية طلاب تعاني من أمراض، اليوم هواية يعني هذا الواقع حقيقة للأسف الشديد. نتمنى إن شاء الله من أهل الاختصاص من خلال قناتكم من خلال مديرية صحة بابل واللي أدري بي أنا خلال هاي السنتين يعني تغيروا 2 أو 3، نتمنى إن شاء الله يتغير الحال الواقع الصحي المرير التعبان المناطق هاي، وإن شاء الله بردا وسلاما نتخلص من كل الفيروسات، وإن شاء الله ماكو أمراض محتملة، الله موجود والحمد لله والشكر. أكيد المواطن العراقي غير راض تماما عن الخدمات الصحية المقدمة له،
وهذا شيء ملموس لكل واحد، ما ماكو داعي يعني الكل يعرفه. الدليل الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات والمستوصفات تكاد تكون بالحد الأدنى، ومو مستوى الطموح. احنا العراق يعني سباق بالمنطقة العربية، كانت بمؤسسات صحية وخدمية وبمسألة رقابة الدوائية والصحية متوفرة. طيب شنو ليش صار هذا التردي؟ المفروض نخطي خطوات بعد خطوات متقدمة، لا أن نعود إلى حقيقة يتراجع مستوى الخدمات. وهذا شيء ملموس، وهذا ما أكده السيد وزير الصحة عندما أعلن أن 70% من الدواء الداخلي للعراق هو غير خاضع للسيطرة النوعية، وهذا شيء أعتقد يعني فد شيء خطير، لأن يمس مو بس سلامة يعني سلامة الإنسان، مو بس الصحة العامة، يمس سلامة الإنسان العراقي. بعدين نلاحظ ان نوع الدواء الداخل للعراق واللي قال به ذكر السيد وزير الصحه، يعني ما اعرف لماذا ما تقوم قاعده صناعيه دوائيه في العراق وتوجد مقومات، المقومات متوفره موجوده من شمال العراق الجنوبه متوفره، ممكن بناء وانشاء وكذلك تفعيل المنشات الدوائيه المنشات الموجوده لكي يتم على ضوءها تطوير الجانب الصناعي الدوائي في العراق، وهذا ممكن، والعراق سباق متطور ويمتلك معمل أدوية هو أول معمل دوائي في المنطقة العربية، ومعمل دواء معمل أدوية سمراء ممكن تفعيله، ممكن كذلك فتح فروع لهذا المعمل في المحافظات في الناصرية في البصرة في كركوك، وبالتالي نأمن حاجة المواطن العراقي من الدواء. وأعتقد هذا مو شيء فد شيء صعب. الواقع الصحي بصلاح الدين حقيقة يعني خلينا نقول على سامراء، مستوى سامراء، مستوى سامراء بها مستشفى واحد، مستشفى جمهوري تعداد المدينة 400,000 400 عدد الوافدين. طيب مستشفى جمهوري هو الأسرة البي لا تكاد تغطي النسبة واحد بالألف، واحد بالألف ما تغطي نسبة من العدد السكاني الثقل السكاني الموجود، وهي مسألة يجب أن تعالج وبالسرعة الممكنة، لأن موضوع الجانب الصحي والعلاجي هذا جانب لا يجوز التهاون به مطلق. لأن عاني من مشكلة الصحة يعني المستشفيات بصورة عامة، وزارة الصحة اي وين دورها يعني بالاهتمام بالصحه العامه للعراقي الفرد العراقي؟ يعني اصبح المواطن العراقي الان بحيره من امره، والا ابسط الاشياء ابسط يعني العمليات مراجعات الطبيه يضطر يراجع مثلا خارج العراق. يعني هسه الهند قامت تعيش بروسنا لابسط الاشياء، يعني عمليه العيون، عمليه شغلات يعني شوفها بسيطه يعني ممكن علاجها هنا بالعراق. طيب وين الخبرات العراقية اللي العراق كان مشهور بها ولا يزال يعني عندنا خبرات عقول طبية الآن يعني مستلمين مستشفيات في أوروبا؟ زين وين ليش وين وزارة الصحة؟ يعني وين الخدمات اللي تقدمها؟ وين البنايات للمستشفيات الحديثة؟ يعني بالنسبة احنا خلال يعني الإعلام مستشفيات تبنى حديثة في عدة دول، يعني كمثال انتشر وباء كورونا في الصين، الصين خلال 4 أيام بنت أكبر مستشفيات مجمع طبي لعلاج هالحالات. زين 4 أيام وتبنى مجمع طبي، وين وزارة الصحة العراقية اللي صار من 2003 ولحد الآن ما بنت أي مستشفى، اعتمادها كله على المستشفيات الموجودة حاليا واللي ما تطورت، يعني هي نفسها. يعني كمثال احنا نجيب مدينة سامراء من عام 71 انبنت المستشفى الموجودة عندنا بسامرة اللي كان وقتها سكان سامرة بها 25,000 إلى 30,000 نسمة، وعدد الأسرة 50، يعني على قاسوا على عدد السكان. زين سامرة الآن 350,000 نسمة، والمستشفى نفسها مع العلم عندنا احنا بناية المستشفى الألماني لحد الآن موجود، يعني ما من 2014 توقف العمل عليه عنا، ولحد الآن لم يعاد الإعمار من جديد. طيب الحكومة وينها؟ الوزارة وينها؟ ليش ما تعيد الإعمار أو بناء من جديد أو تكمالها أو بناء حتى مستوصفات جديدة
في مدينة سامراء وفي واقع العراق، يعني ما أقول بس سامراء، كل العراق حاليا محتاج إلى مستشفيات حديثة ومستوصفات. نتمنى على الحكومة الحالية أو القادمة النظر بالواقع الصحي المرير في العراق، وإلا يعني حاليا حتى أكو أمراض اختفت من السبعينات، يعني مثل الحصبة تقريبا العراق قضى عليها، لكن هسه بدها ترجع على الأطفال. شلل الأطفال رجع مرة ثانية، قبل كانت الدولة تصرف على المواطن حتى تقضي على الأمراض المستوطنة كانت سابقا، حاليا ما موجودة. والله صفر تقديم الخدمات الصحية، يعني أولا أدوية ماكو، عمليات يعني كلش سيئة رديئة جدا، يعني يمكن حتى أكو بعض الدكاترة يمكن كلية الطب متخرجين بواسطات، ويعني العمليات فاشلة جدا، يعني دكتور ينسى حتى التخدير، الكادر ماكو، يجيبوا عمال من برا تعالوا اخذوا المريض، مفتوح الجرح وما يقبلون يدخلوه، وأدوية ما موجودة دائما يعني بالصيدليات، والخدمات كلش رديئة. مثل ما يقولون يعني صفر، ماكو بالعراق يعني اي خدمات، وين خدمات؟ اي خدمات صحية يعني، حتى تروح ادوية ماكو. احس احنا شعر اخي يقول لسان، يقول لسان ما عنده اي ادوية، ما عنده اي شيء، حتى كله صار اهالي يعني اهلية، قطاع اهلي، قطاع خاص، ماكو قطاعات حكومية. الحكومة العراقية تصرف الملايين والمليارات الدولار على هذا، بس ماكو، وين اكو؟ كله قطاع خاص، صار قطاع خاص. عندنا خريجين صاروا ثلاث سنوات اربع سنوات قاعدين، خريجين مال كليات الطب كلهم قاعدين، ماكو، وين اكو؟ لا تعيينات اكو، لا خدمات اكو، يعني هذا بوجه النظر يعني ماكو خدمات اي، يعني حتى مو من نواحي ايش اسمه الصحيه، من نواحي اكو نقص عندنا كلش هوايه، حتى احنا بلد كله يعني ذهب اسود، عندنا النفط ماكو، وين؟ لا ثروات، ما عندنا اي ثروه. يعني صراحة نحكي، إذا واحد صراحة يحكي يقول هذا فشي، يعني حتى الإقليم كردستان ما عندنا ثروات، إحنا ما عندنا نفط، ما عندنا ننجز يومية مليون، فوق المليون برميل ننجز، ماكو أي قطاع، يعني كل قطاع صارت قطاع خاص، هذا فاتح فلان مستشفى، فلان مستشفى فاروق، وما أدري فلان، كل مستشفيات قطاع خاص، ماكو قطاع، يعني أنا هذا وجهة نظري، وما أدري قطاع خاص كله مستغل على البلد كله، ماكو. ما لا خدمات اشوفه، لا خدمات، يعني تشوفون بعض مناطق يقولون خايب خدمه فاتحين هذه المدرسه، لو فاتحين عياده حكوميه، بس يعني موظفين مهتم، الكادر مالهم مو اختصاص، تلقى بس اذا تروح للقطاع الخاص تلقى كله اختصاصات زينه، وما شلون يعني هو تدفع الفلوس، فهذا وجه نظر يعني. بالنسبه للمستوى الصحي، يعني بالمستوى الصحي ما نقول رديء، رديء كلش، يعني رديء الى درجه ماكو متابعه، ما عندنا منظمات صحيه تفتر وتشوف الاماكن كلها بصوره عامه، عندنا خلل كلش كبير، مو بس المستوى الصحي، وبالمستوى الصحي هو الافرض. اليوم احنا نعاني من مشاكل فيروس، ونعاني من مشاكل هواي امور دا تجينا، ما كل جاندة تطلع للمدارس مثلا، للمناطق العامة، للمناطق الخاصة، للسوبر ماركتات، للكذا، عندنا مواد يعني استهلكت من ذا زمان بعيد، ماكو مراقبة وماكو رقابة نهائيا. يعني احنا نفضل ان شاء الله للأحسن للتقدم، وان شاء الله الأفضل. طبعا انا الاول البارحه زدت 60,000 بس على هذا سني، لان ماكو بالمستشفيات مختصين بهذا الامر، بانه دكتور اسنان او فتشي يروح بس قلع، ماكو غير هذا الشيء. وبالاضافه انا عندي ثلاث اطفال، يعني انا اذا ما زدت لي بالشهر بال 70-80,000 دينار، تعرف احنا هسه موسم شتاء، تتمرض نشله على صحونه على ما اعرف شنو، هاي كل الاطفال تعرض له. بالنسبه يعني كله هذا احنا نسويه خارج، لان اذا اروح للمستشفى ما نلاقي كل شيء، يعني ماكو وجه بس مغذي، يعني لو اكو يعني الصحه توفر هاي الامور يجوز الصحه تصير زينه، اكو اطباء بس كعلاج وما علاج ما موجود هذا الشيء. ثاني شيء يعني البطاقه ب 3000 دينار، ايش عين طنبيه البطاقه ب 3000 دينار؟
كل شيء ماده ينطونا بها. ثاني شيء يعني اليوم احنا كلتنا المواطنين اتجهنا للمراكز الاهليه الصحيه الاهليه يعني بسبب الاهمال اللي موجود داخل المستشفيات، وثاني شيء ماكو ثقه يعني حتى الاطباء اللي موجودين يعني علاج غلط مرات يعني علاج غلط. انا من الناس تعرضت الحاله تقريبا تموت اني بسبب ابره يعني انطوني اياها غلط، يعني العلاج اللي ينطوه لكل الاشخاص نفس العلاج، يعني انا مسخن ينطوني نفس الابره، اللي عنده وجع براس نفس الابره، عنده ضغط نفس الابره. فماذا نعرف احنا؟ فانا كمواطن ما لي ثقه بصحتنا هنا بانه اتعالج جمها، اصرف فلوس وهذا ياثر على قوتي اليومي، يعني انا سايق تاكسي يعني انا ما يطلع يوميتي 7-8000 دينار، يعني انا بالشهر زدت 70-80000 دينار. أنا منين أجيب غير أني يشوفون الوضعية على الأقل يحسنون العلاج اللي داخل المستشفيات؟ يعني 60000 أسوي سني ليش وعندنا مستشفيات؟ طبعا واقع الصحي واقع يرثى له. بالعراق ما عندنا شيء اسمه صحة، ما عندنا شيء اسمه تطور، احنا نرجع لورا ما نطلع لقدام. شوف الدول وين صار بيها واحنا وين صار. احنا عندنا تكرم الحيوانات داخل المستشفيات وبس فلوس. تروح على اهلي يداروك، ما تروح على اهلي يعني انت ولا حد يعبرك، انت مريض تموت ما تموت هذا الشيء بعد ما يعود لهم، لان هم ما يشتغلون مهنيا، يشتغلون على الماده. هاي الماده لو بس شويه اكو رقابه قويه عليهم، انا اقول لك ترجع الصحه بالعراق مثل ما كانت قبل واحسن. بس هسه لا، كل من يقول لك عندي عياده خاصه، هذا يقول لك عندي هاي، فصايره شغله تجاره، مو شرط انه الطبيب هذا تخرج طبيب ويشتغل بمهنيته ويعني شو مثل ما نقول على قسم اللي قسمه هو كدكتور او كطبيب. والله هي حسب يعني يعني اذا تمرضنا طبعا واحد لازم يصرف، يعني تعرف انت واحد يروح للدكتور اول شغله كشفيه 25، تطلع صيدلي متفق ويا صاحبه صديقه 50، خوش علاج هو حب مال وجع راس، هو حب مال وجع راس، حب مال وجع راس بل بدينار يحسب لك اياه ب 2000. فيعني هي اتفاقيات، طبعا واحد راح يصرف فوق 100000. لا رقابه اكو، لا نزاهه اكو، الناس دا تجيب يعني الفقير من ما عنده. يعني ابسط مثال، الحرمه اذا كانت حامل يعاملوها بتعامل، يعني الطفل يموت ها خب بالخارج لا يعاملوه احسن تعامل، لان هي حامل راح تجيب لهم طفل، بس عندنا لا. طبعا ما يخص اليوم الواقع الصحي بعموم محافظه نيل وليس مركز مدينه الموصل، طبعا واقع هزيل ورديء جدا. يعني اليوم تذهب على المستشفيات، يعني ابسط شيء اذا يقول لك كانونه روح اشتريها من برا، واذا الطبيب نشوفه يقول لك والله هذا لو يعني تراجعني على العياده افضل. والله العظيم اني من الناس بالله الكريم قبل يعني اقل من شهر وديت امي 250000، تروح سونار ماكو، رنين ماكو، بدري ايش ماكو، هذا ماكو، هذا ماكو، تروح شنو؟ تروح على المستشفيات الاهليه. يعني صار لنا 4 سنوات لحد اليوم ما بنت مستشفى هاي بداخل المدينه، وشوف باقي الدول. يعني ابسط شيء هاي الصين اصرارها وعزيمتها خلال 4 ايام كملوا مستشفى، ومن تروح عليها تشوف حتى الطبيب او الدكتور او الدكتوره معاملته تختلف انه بالمستشفى. ليش؟ لان هناك تدفع فلوس وهنا على اساس على حساب الدوله، هنا مو على حساب الدوله، تفوت تقص وصل ب 2500، ما ادري تاخذ لا ياخذ رجع ياخذ منك 3000. يعني هاي الى متى تظل هاي المهزله الواقع الصحي بمحافظه نينوى؟ والله يا اخوي حدث ولا حرج، ايش الانفاق؟ حدث ولا حرج، يعني انت تعرف هسه احنا بموسم شتاء، عندك اطفال، رايح من دكتور راجع من صيدليه، هو ها وهرنه وطحين شناعم، والحكومه ماكو، وكافين وغاضين النظر عن ما يدور بداخل المدينه، ونتمنى من اعضاء البرلمان انه يلتفتون الى هاي المدينه، مو احسن ما ينصب لي مدير يوميه. اليوم بالنسبه للواقع الصحي في مدينه الموصل يعاني يعني حاله يرثى لها الواقع الصحي. نتمنى انه بالاهتمام للواقع الصحي، لان هو الصحه اهم شيء في حياه الانسان وفي حياه المدينه. نطلب من الحكومه من الوزاره الاهتمام بهذا النظر وبناء في باسراع في بناء مستشفيات او مراكز صحيه داخل الموصل او خارج الموصل. والله ما عاد الحق لهم علاجات، الله يشهد. هسه صيدلي يمكن ما يطلب من 30-40000، كنت كم يوم اودي له 10000 15000، طيب واحد يقع واحد، اروح المستشفى لا كانون اكو، لا سرنج اكو، لا ابره اكو، لا شراب اكو، كل شيء ماكو. اي شيء بالمستشفى ماكو، كله خارجي، اكتب لك اطلع اشتري خارجي يضربوا الابره. سرنجه من برا، كانونه من برا، يعني اي علاج بالمستشفى ماكو، اي خدمات بالمستشفى نهائي ماكو صحيه. الدكتوره تحكي معك قلت له بلاعيمي ما اقدر عليكي، مريض انا.
قالت لي هاك هذا كبسول اشتريه من برا. قلت تعال فحصيني شوف ايش بيهم، بقت بيهم جراحه، بيهم شغله، بيهم غيشي تقرحات، بيهم شغله كبيره. هاي ثلاث طبقات كبسول وما طبت ثاني. خوش يعني كل منا يجي يقول يعني انفلونزا، اي ابره طلع من برا شوف انفلونزا شكل ضغط ماله، سخونه عنده ما عنده سخونه غير شيء ابد. الموظفين يتعاملون من راس خشمهم، عباك عشرون ببلاش، وعلاجات ماكو، نهائي الخدمات بالمستشفيات ماكو. طبعا هالشو ما ياثر، انا يوميتي 15000، خوش ايجار بيتي 250000، ومولده لامبير ب 15000، خوش ايش الحق؟ قل لي شلون الحق؟ يلا 300000 راتب عندي يوميه، لا اكل ولا اشرب ازيد 10 بصفحه، تظل لي 5000، ايش اكل بيها وايش اشرب وايش اودي على الدكتور وايش اسوي على العلاجات. اولا واقع الصحه مرير جدا، يعني اذا تفوت على المستشفى اذا ما بي كل شيء هم يمرضوك، وثاني شيء حتى علاج ماكو. اذا كتب لك اموكسيل اللي هو متوفر ب 500 دينار خارج لازم تروح تجيبه من خارج، سرنجه تريد تسحب دم لازم تجيب من خارج، كانيوله من خارج، كل شيء من خارج. قاعد المستشفى ليش؟ دعك عن الوساخه والريحه، وحتى فار بي المستشفى مستشفى حكومي حتى فار موجود بيه. بالنسبه للفقير وبالنسبه لنا اذا دخل قليل لازم تروح على المستشفى، لان اذا تطلع خارج اقل شيء 60000 يلا تكفيك خارج، فحوصات كشفيه مختبر يراد لك تقريبا 60000 حتى تكمل، بينما بالمستشفى ماكو هاي ما موجوده اصلا، لازم تضطر تطلع خارج. الفقير مين يجيب ال60000 وهو يوميته 7000 واجور يوميه او عامل كتف، اذا مطر ما يطلع مين يجيب؟ هو المرض بالنسبه للمرض شغله ضروريه، يعني مو اكل حتى اذا ما يتعشى عادي، بس المرض ضروري انه يروح يتعالج، اذا ما تعالج هذا الشيء يؤذيه. اليوم الواقع الصحي بالموصل زفت، يعني ماكو لا خدمات لا شيء، يعني تأسي إذا تروح تراجع دكتور خارجي أقل شيء 50000 60000، الفقير منين يجيب؟ ومن وين يجيب يعني الفقير؟ الواقع الصحي يعني بشكل تعبان، نريد من الجهات العليا المحلية الحكومة المحلية الاتحادية ينظرون بهذا الوضع الواقع الصحي حاليا، يعني فرد مرة تعبان، يعني الفقير هسه منين يجيب مثلا إذا هسه يروح على دكتور خارجي؟ ما مثل يعني بالمستشفى هسه بالمستشفى إذا تروح ياخذون من عندك يعني 3000 دينار كشفية على يا أساس؟ ها هو ما عندهم أصلا بس الحب الباراسيتول اللي ينطيه، يعني تروح لا كانونة لا مغذي، يعني هذا كله تجيبه من الصيدلية خارج يكتب لك هو زين، يعني بس يعرفون ياخذون رواتب مثلا، بس يعني قاعدين الموظفين لا شغل لا عمل مثل ما يقول، وبس ياخذون رواتب، واصلا حتى ماكو يعني جهه رقابيه يعني لهذا الموضوع، لازم يشوفون فرد حل لهاي الصوره. العلاج اقل شيء راس 60-70000، ها والناس يعني كلش تعبانه بهاي الفتره، يعني الموصل هي تعبانه طلعت من حرب، ها ولا خدمات لا شيء، يعني ابسط شيء يعني تروح على الطبيب يقول لك يعني يكتب لك فرد علاج، يعني حتى العلاج اللي يكتب لك هو ما موجود حاليا اصلا حتى عندهم، هو لازم الا تروح خارجي، وانت تعرفون وضعيه الموصل شلون تعبانه بشكل فرد مره، والله يساعد هاي الناس ان شاء الله. طبعا موضوع الصحه من يعني تقريبا من الحكومات الانتقاليه الى هذا اليوم، موضوع الصحه مثل موضوع الكهرباء موضوع عقيمه بصراحه، لان المستشفيات اليوم واقع حالها كلش متردي، كثره المستشفيات الاهليه طغى على المستشفيات الحكوميه، يعني اليوم المواطن اقل عمليه ممكن ان يجريها بمستشفى اهلي هي 1.5 مليون، يعني هذا المبلغ خلينا ناخذها على طبقه يعني اصحاب الدخل المحدود، اما الفقراء فيعني ما راح يقدروا للاسف، اما اصحاب الدخل المحدود هم ما راح يقدر يروحون يتعالجون بهاي المستشفيات، يعني اذا واحد راتبه تقاعدي 400000 يعني يحتاج 6 شهور حتى يقدر يجمع مبلغ العمليه
يا دوب يسوي عملية بالمستشفيات الأهلية. يعني واقع الصحة اليوم للأسف كلش متردي، مستشفيات متهالكة قديمة من يعني تقريبا صارها من سنوات هي موضوعها أكسبار، يعني منتهى ومفروض تخرج من الخدمة، مثل ما أشوف الدول المتقدمة أنه كل 10 سنوات تغير أصلا مكان المستشفى، ما يصير يبقى بنفس المكان لأنه بها أمراض. وإحنا نشوف أنه المستشفيات من قديم هي بنفس المكان، بالإضافة إلى تضررها بمحافظة الأنبار بقت على نفس الواقع، وتجهيزات للأسف ضعيفة وعلاجات غالية، يعني أثقلت كاهل المواطنين بصورة عامة. مدى رضاك عن المستشفيات؟ يعني مدى رضاي عن المستشفيات 5% مع الأسف، لأنه هواية تصير مواقف قدامنا ونسمع من ناس أو إحنا نروح الراجع هي يعني واقع متردي، أجهزة قديمة، بنايات متهالكة. فإحنا من خلال من باركم نطالب وزارة الصحة أنه تلتفت المحافظة الأنبار وتخصص أكثر من مستشفى وبتخصصات مختلفة لأنه الأمراض كثرة. أما بخصوص الواقع الطبي في محافظة الأنبار، يعني حقيقة احنا ما نريد نذب اللوم على الأكبر، لأنه هناك مشاريع أضخم مما أنه أنت تلتفت، ورغم هذا يجب الالتفات على الأطباء بكون كانت المهنة قديما، دحكي لك أنه قديما كانت إنسانية، للأسف اليوم ما نشوف المهنة إنسانية، نشوف الطب أصبح تجارة وتجارة قاسية بالنسبة لدماء الناس، وهذا لا الله سبحانه وتعالى يقبل به، ولا الدين مالنا، ولا أين سماحة الطبيب، أين حياة الطبيب الجميلة. كانت من شروط المهنة، أعرف طبيب قديم والله ينطي محاضرة يقول لي للطبيب نفسه، يقول له إذا ما المريض يحبك صدقني ما راح يطيب. أهم طريقة للعلاج كانت هي أنه المريض لما يزور الطبيب يشوف الطبيب ويقوم يحبه لشخصه لذاته، لأنه الإيمان ولأنه البشاشة اللي يمتلكها الطبيب، لأنه كون الطبيب هو أعرف بما يجري بالإنسان من كل تفاصيل الإنسان، كل من ضمن اختصاصه. ولذلك تشوف كان الأطباء ولا زالوا أصحاب دين وكذا، ما أعرف شنو اللي غير الموضوع. اليوم أنت تروح تراجع على طبيب يراد لك مبلغ كم هائل من الفلوس حتى تروح تراجع، ولو طيب لو ما طيب، وحقيقة إذا أنت صرفتين راح تنقهر، وإذا ما عندك المبلغ راح تنقهر. ويجبرك في الآونة الأخيرة أنه لازم تسوي العملية، لازم تسويها بالخاص، والخاص راح يأخذ منك مبالغ وعلي إلى 200,000 بالمستشفى، وكذا 4 ملايين، وكذا 6 ملايين. يعني للأمانة اتقوا الله في أنفسكم أولا، واتقوا الله في المواطنين. والله ناس ضعيفة وناس ما عندها إمكانية، ناس تستحي حتى تأخذ، وإحنا هسه في وقت يجب علينا أن نتكاتف، أن يرحم بعضنا الآخر، رحماء بينهم، هي صفات المسلم. فنسأل الله أن يفتح على قلوبكم وأن يفتح علينا وعليكم. طبعا اليوم أبسط مثال، إذا صار عندي مثلا إنفلونزا زين، لازم أروح للطبيب استشاري ويعطيني أدوية، وبالتالي ماكو شيء يعني مجاني، ماكو شيء يدعم من الدولة، كله تشتري بفلوس. هاي من أبسط مرض، بينما أمراض السرطان الأمراض الأخرى زين يحتاج لك بالملايين يعني حتى تنقذ نفسك، وحتى ضمان صحتك بالمستشفيات الحكومية هم تلقى زين، يعني ذيب فلوس، يا أما تميت يا أما يعني تعيش معجزة. لا أكيد ما راضي، لأن أنا يعني حتى قبل سنة خالي توفى بسبب أنه موضوع الأبرة مال السرطان أو الجرعة مال الكيماوي زين، ما عنده فلوس يشتريها ويعالج بيها، فبالتالي توفى. وهذا يعني صار أمر طبيعي بمجتمعنا يعني، وهذا كله يرجع سبب الحكومات. والله أنصح الحكومة القادمة، لأن هالحكومة إحنا معيشين منها طرحين ضدها، الحكومة القادمة أنه تنهض بالواقع الصحي، بالواقع الخدمي للبلد بصورة عامة يعني. اليوم نعرف احنا الصحه ما تتقيم بثمن، يعني اهم شيء صحتك. مثل العراق دوله غنيه لازم تتوفر بها يعني من افضل المستشفيات بالعالم، واحنا هذا اليوم نشوف ماكو يعني اي خدمات بالمستشفى. انا البارحه بالمستشفى الحسيني اللي بكربلاء، شوف يعني عدم اهتمام بالمريض، يعني تاني ساعتين على ما يجيك الدكتور او الاخصائي
حتى ياخذ الاجراءات. فتوقف ساعه ساعتين، يعني اذا انت تجي مريض النوبة تتمرض بالزايد، ماكو اي خدمات. وبالتالي هسه التعيين المركزي ما تعيين مركزي هماتين، هذا جاي تقلل الدرجات الوظيفيه بسبب الزخم، الخريجين المتخرجين يعني جاي يصير عندهم زخم ما جاي يتوظفون، فلذلك ماكو كل الخدمات. تعرف انت مدينة كربلاء بس القطاع الخاص وغيره بها الخدمات، ومبالغ طائلة. يعني تروح انت تضرب أبرة، ضرب زرقة الأبرة ب 10,000 دينار، بس احنا نقول لك بليك بالموت حتى ترضى بالسخونة.